شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مره اخرى مع جمعيه الطموح اللي غادي تنطلق بالمسيره الرمزيه ديالهم من امام ولايه جهه الدار البيضاء سطات. وما كيف ما كتشاهدوا معانا جهة الدار البيضاء سطات. احتفال اللي غادي كيف ما شاهدتوا معنا خرجة احتفالية ترفيهية ومسيرة رمزية ترسيخ القيم المواطنة والاعتزاز بالانتماء للوطن والافتخار بأمجاده وتاريخه مع جمعية طموح لمساندة مرضى السرطان. Thank you.